فرحة تمر بقلبي وانا خايف الدنيا تعيد قولي احكي ولا اخبي ولا وصف الكل سعيد افلح من الدنيا املي ولا بغير انت حناشة تاني اول مرة اول فرحة يا عم افرق بناحية لا انت مش قلت لك اقف في اليمك دي ايه اللي جابك في اليمك اللي هنا ها انت عجوت لسه وتقعد تقول لي يحيى كل شويه اقف في اليمك الثانيه حاضر بعدين انت خلي عندك شويه ذكاوه يعني انت تشوفني تبحلق في عينيا او ما بحلق في عينيا تعرف اني حارب الزين تروح جاي اليمك الثانيه على طول صح قول له ليه؟ صح. يعني بحلق كده؟ اهو انا عارف فين دلوقتي؟ هترمي هنا لا بص شفت بقى انت الغبز يا تخلص يا انت هتقعد تقطعني بالطماطم طول اليوم ولا ايه؟ امسك قصادي كده امسك يا حبيبي انا بعلمك صنعه هتاكل منها الذهب يلا امسك اهو مش كفايه دول يا لمبي ده مش استرجل يا مش استرجل ايه يعني لما راح لك صباع ما عندك تسع ما اروح في الخير اللي قبلها يا لمبي انت بطلتك تاني يد ولا بتبرع فيا تاني يد؟ ما اقدرش الم وكل شويه لك حبولها تقول ما اقدرش الم وبولها برضك هو حسك عينك حنك اصبعك يفتح اوعى انت تفكر في حاجه تانية افلح وملد الدنيا انا ليه الحق يا لمبي الحق يا لمبي ابوك بيموت يا لمبي ابويا انا ايوه يا لمبي ابوك بيموت ما عنديش يد يا ابن الكذاب انت انا بقول لك اهو يا لمبي ابويا بس يا ابويا يا رجاله يا رجاله هريس ابو الليث بيموت يا رجاله يلا في داهيه ده قاعد يهرينا سلف لغايه لما خرب بيوتنا يعني ايه يا معلمين هنسيب هريسها كده يتفلسع بامان من الدنيا من غير ما يقول لنا على مكان الكنز ولا الذهب ولا الكيس النفيس اللي عشمنا بيه السنين دي كلها احنا نروح كده كلنا برابطه المعلم هضبه ونكتم على نفسه لحد ما يقر لنا الكنز فين الله هتكتم على نفسه وهتعمل فيه ايه تاني ده بيموت يا بهيم ها امال هنعمله ايه يا معلم اهدى يا ابني الله يسترك اهدى مفيش غير حل واحد ايه هو؟ ابنه ضناه هو الوحيد اللي هيقرله على مكان الكنز والذهب مين بقى؟ اللمبي مين اللي المفروض نراقبه من غير ما يحس بينا ولا يشعر بينا؟ اللمبي مين اللي لو قاوح ورانا ولا علينا نضايقه ونكسر رقبته وناخد منه كنز؟ اللمبي يبقى يلا بينا يا رجاله يا معلم الله يخرب بيوتكم على هريسة وهو بيقول لابنه على مكان الكنز يا بقايم صح يا معلم وسع أبويا 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 عارف أبويا أبوك بيموت يا لمبي عارف أبوك بيموت يا لمبي أبويا أبوك بيموت يا لمبي أنا عارف بيموت يا لمبي لا لا كده وفضايح في قلب المنطقه وابوك مات وابوك ما ماتش وعامل لي دربكه في قلب المنطقه ليه كده؟ انبوبه 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 طب خلاص اثبت بس انا عايز اقاوم قاوم ونازع وبولع اوعى تموت بولع يابا ها؟ عايزك تاخد نفس عليك وخش في الشدادان واحد اتنين تلاته شد يلا شد يلا هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبه غاز بتشممني غاز مش احسن ما نصدره انت ولا بيه بتشممني غاز مدعم عاوز هوا اكسجين اكسجين الانبوبه التانيه دي يعني اكسجين حاضر اهو متوتر انا اصلي
ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيه. انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه؟ ايه يا بابا عيب اللي بتعمله معايا ده بقى وفي الحاره والجرس دي بقى؟ لمبي ايوه عاوز اقول لك على السر. السيرك؟ السر سر الكنز. كنز؟ ساعة ولا سخنة؟ مش وقت هزار دلوقتي. ايوه ودنك. اشمعنى؟ وده وقت تاريخ دلوقتي. لا وقت راسي يابا. عاوز اقول لك على سر الكنز اللي تمتلكه العيلة واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه. ولا بدينك بتموت ولا حاجه، كل دي كلها طلعه في الاشاعات كلها. قول لي حدود الساعه كام عشان اخلص؟ عندي مصلحه، لو في تاخير قول لي عشان ابقى في قرش جاي سبوبه. اتفضل ادي ودني. قول كان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليك وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواته. تعالى يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. ربنا يخليك يا حبيبي. قال على الكنز يا حبيبي. يلا جوه على طول. يلا عشان عرفت مكان الكنز. طب لا ما تقلقيش ما تقلقيش. ايوه ما تقلقيش. انت فين بقى دلوقتي؟ ايه فين؟ اسكت يا عم الحاج. ايه يا عم الحاج؟ اسكت. انت بتقفل ولا الشارع ولا ايه؟ يا بقى انت كده؟ طلبات المعلمين. هو انت مفكر هتهرب مننا؟ طب هتروح فين؟ يا لمبي احنا لينا في كل خراب عفريت وفي كل شقة تعبان. يا لمبي يا ابن الحلال بدل قطعة النفس ديت قول لنا الكنز فين؟ ناخد حقنا ومستحقاتنا ونسيبك لسباق الجري اللي انت عايش فيه ده. ويا دار ما دخلك عو. يا عم عو ايه وبخ ايه ونو ايه؟ الله كنز ومش كنز. انت بتصدقوا اللي التخريب بتاع ابويا؟ ده راجل بكل شويه يطلع ان هو مات وما بيموتش. ده مش احتمال يكون موجود الوقت فوق وتلاقيه صاحي. نعم امال كنتوا بترغوا في ايه ده كله؟ كان بيقول على مكان الكنز. الكنز؟ ايه شوفوا انتوا؟ شفتوا انتوا؟ انتوا ناس بدلين لان انتوا كل اللي يهموكوا الذهب والسلاسل والجواهر. انما بني ادم زي ابويا لحم ودم وكوارع خلاص ولا يروح فيها في 60 داعيه. يا لمبي انا مش عايز اذيك. لا فرجنا هتهزيني ازاي يا عم الحاج؟ ده ما خدوش الناس اللي يأذي اللمبي. يا اما الارض شدت ويا اما البطن جابت يا عم الحاج. يا لمبي انا روحي بقت في مراخيري. نف على جنب يا عم الحاج وخرج روحك وريحنا. ولا شغل الاستهبال وسايب وقع مني وابراهيم السلق ده ما ياكلش معايا. ما ده اللي ياكل. تحب تاكل لوحدك يعني ولا ايه؟ انا من اللحظه ديت كان طاري مع ابوه بس يا لمبي. اللي نصب علينا وكان كل يوم يجي لنا بحدوته شيك واحنا نمد ايدينا في جيوبنا ونديله بمزاجنا. دور عليك بقى. قول يلا. اللي عايشنا في الوهم سنين طويله على قصه الكنز ده والجنيهات اللي هترجع ميات والالوف اللي هترجع ملايين ولا شفنا لا كنز ولا دياول. بقولك ايه يا عم الحاج؟ انا ملوش فيه. حلو كده من الاخر؟ الليمبي ملوش فيه. اللي ليه حاجه عند ابويا هريسه يتفضل دلوقتي ويروح محترم على بيت هريسه وياخدها منه. يعني ده اخر كلام عندك يا لمبي؟ ايوه هو اخر كلام. ايه اغشك في وشك يعني واديك قرد ما بينطش ولو ديك الشوق هوب فوق. ها جاي ولا الدور الجاي يا عم الحاج؟ ها
اللي مش عاجبه كلام على سن مضوطة هنا وألفه طنورة وتفضل ينيلك وينيل موعدك يا لمبي مفرهدني بسبوسة لمبي هتبوسة بسرعة كده يا بنت احنا في الحتة يا بنت هتبوسة يا بنت ده خلاصي مجنون ومبوط في جنانه ايه مستنظر ايه مش عارف كان في حاجة بقى ده يانا بيجروا ورانا يا بنت يلا اجري بسرعة يا بنت يا بسبوسة يلا بسبوسة خرابي طيب انت خلاص مش قادر ند شوية يا بنت مش عارف يا بنت خلاص بقى انا فرحت انا مش عارفه واحنا مجهزين ايه يا بنت احنا بنجري ليه هنكون بنعمل لايت لايت ابويا مات يا بسبوسه عندك هريسه خلاص بح ما بقاش في منه الامامه عندي هريسه يا لهوي يا لهوي يا لهوي خلاص ايوه خلاص ليه يا بنت صوتك يبقى في السايلنت السايلنت ده ازاي سايلنت يعني ساكت خارج ده تاكل عتبه عارف ايه اللي حببني فيك؟ ايه علامه امال ايه يا بنت؟ لازم فضلت امال ايه اللي خلاني فضلت مصمم ان انا اكمل علامه؟ مش قادر ابقى مشبوخ في نفسي كده يا عسله نيله هو احنا في حاجه بننساها كل مره انت يانا يا لمبي انت يانا تعالى يا بنت تعالى اجري يا بنت تعالى يا بص بص ايه شكلنا هربنا منهم مفيش حد؟ انا مفيش حد اكيد ايوه بنت ما تقلقيش تقلقيش ان شاء الله بس انا خايف ابويا يكونوا سرقوا ولا حاجه ان شاء الله اهو ولادي يا لهوي هو اللي عامل كده ليه؟ يا بنت ما تخضنيش وما تصرخيش ما تبوظيش الدنيا يا بنت خدي خايفه ما خايفه من ايه ده رجل ابويا وبعدين هو عامل لي علامه ها يقول لي فين تجاه الكنز ماشي انا اروح اعرف ايه هتعمل ايه يا لمبي؟ بص هتعطيك بالدماغ خلاص خش ايه يا بسبوسه خش خايفه خش خش ايه ده يا بنت استنى يعني هعرقد بوافره استنى شويه اهو ايه اهو ده انا بص هحمك بميه الدهب وهنشفك بالحرير في حرير وانا خلاص انا هفجر بعد كده وهديها كل يوم فول بوطه وكده اسكندراني والله ايه في حاجه بتشيل الخلي خايفه يفرقع يا بنت فرقع ايه ده ايه ايه دي ايه يا بنت في حاجه جوه بنت الشيخ ايه ده مد ايدك كده ايه ده؟ ايه دي؟ ده حجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده اقرا ايه ده؟ اقرا انت انت بتستعي عليا ما انت عارف اني معرفش ده عشان انا بوريك الثقافة ان انا نازل في المستوى قد ايه يا بنت طب اقرا ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه هتعرف ايه دي؟ ايه دي برضو؟ هتعرف مكان طريف طريف؟ ايه طريق دي؟ هتعرف مكان طريق طريق ايوه مكان طريق الكنز من اتجاه رجلي ناحيه المدفن والنبي يا لمبي شكل ابوك ده بيميز عليك لا في لا كنز ولا كنز لا في كنز ولا كنز؟ والنبي دي شكل واحده هتجوزها دي يا بنت ابويا عارف هو بيقول ايه وبعدين ادينا ورا باب الكداب لحد باب المدفن مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح وانت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر الوقت ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني ذكرتك يا بنت ما يكونش ابوك حنوت لو النعمة حنوت اوعي حنوت انت عارفة انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي عسل يا نيل بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجالة؟ فضلت هو يجيب لنا اتنين عتاولة اللي عنده دول ويروح واخدينه لافحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك ماشي ده ما فيش اكتر من رجالة عند ابويا
ومالك يا بنت اللي كده يا عم بعينك مفجئة؟ عشان رجالة. رجالة انك خلاص بقت مفجحة. انا ايه يعني يا جماعة؟ انت عسل يا نيلة. البنت المصر عايزة ارقش بقك ده الوقت كده. سيد ابوك ميت. اكله ميموت اللي عمله ايه؟ هو اللي جاي بتوكيد غلط. مالك انتي؟ لو كان عليا عايزة احذف في المنور. بس عشان سالت الفحم بقى ما ينفعش الراحة دي. صوتك. طب جيبي بصة في الحاجب ولا في الغرفة. الله ما تفوتوا يا جدعان. ايه الشغلانه انتوا شايلين فيل ولا ايه؟ ايه يا بسبوس؟ ايه؟ امال ابويا والرجاله والعتاوله ايه اللي حصل؟ اقطع دراع من عند بقي لما كانوا دول جوز ميتين وخارجين يوجبوا مع ابوكي. كتر خير ابويا ان عمل معانا اللقطه دي. لقطه؟ ما بص اللقطه ايه ما شاء الله؟ سيجارتين سوبر ماشيين شايلين جثه هريسه. وطي صوتك لا يسمعوك. هيسمعوني ليه يعني؟ اللي بيسمع ده يكون في روح في قلب الجسد، انما بص دول متوفيين. والله بقى ده اللي ابويا قدر عليه، وبدل النقوره دي ما كنت تجيب الجلابه من عندك يا لمبي، واحسن من ما فيش. احسن من ما فيش؟ اه. هم دول بقى قبل ما فيش بهبابه. وبعدين بدل ما توجبي مع حبيبك اللمبي نور عينك وكليتك يا بنت. يعني اعمل ايه؟ نور عينك صوتين حياني كده عشان ابويا. ابويا مات يا عبدوس. طيب حاضر. يا بنت مات من المصحف ده انا زعلان قوي. ياه ايوه كمان واحده يلا. ياه واحده بقى طلع فوق شويه عشان الناس في المنطقه. ياه ايوه زغرتي بقى. بنور فيك يا بنت المصحف. احنا حنت من ابوك. انا نقول حي يبقى من ميت يعني ايه اللي حصل؟ احنا حن البيت من الحفره ونيجي. عم الله يا نهار اسود. والنبي يا ريت المراحيض يخلوا بالهم من المرحوم. يا دي الليله الزرقاء. انا مش عارف الحقيقه هيروحوا فين دول. ارفع يا عم الحاج. صوتك يا لبي. صوتي ايه؟ انت عارفه ده بسبوسه؟ عارفه لو احنا ناخد لنا مدفن؟ ها؟ لما ناخد لو خدنا مدفن فلو انا وانت خدنا مدفن هنا ها؟ يلا امشي امشي عدل بقى امشي عدل بقى امشي عدل بقى. ده انت رخم قوي انت واللي جايبينك. يا ريت ابوك لسه ميت. يا بنت ميت ايه؟ من هنا تعال تعال من هنا من هنا. على مهلك على مهلك. اطلع اطلع فوق. اطلع يا عم اطلع يا عم. انت شايل واحد بتنوره ما تطلع لفوق. اطلع عذبه جامد عشان خاطر ما قالش مكان الكنز فين. يا رب لو ما عرفش الكنز. ايه يا ست الكل؟ مش نقبض احنا بقى عشان نخلع ونشوف اللي ورانا؟ ما تصبر يا اخويا انت وهو مش 40 على ايه؟ الراجل ابوه مات هيترحم عليه ويدعي له ويديكوا حسابكم. اتكلم بس ده طول قوي كل ده بيقرا الفاتحه. طب استنوا هنا يا رب تتعذب لو ما طلع الكنز مكانه مش يا لم. ايه يا بنت؟ ايه يا بنت في ايه؟ انا فزعتني ان قلت في جثه قفشتني تحت. يقطعني عايزك تراضي رجاله بس كده. انا شكلي رجاله قوي. انا شكلين قوي شكلين قوي. خلاص كده مرضيين هم؟ مرضيين ايه يا لمبي؟ اديهم فلوسهم. الله فلوسهم. انا مش فاهم اتنين ميتين زيكم هيعملوا ايه بالفلوس يا عم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي بقوله ده؟ انتوا جايين هنا ليه اصلا؟ جايين عشان نتحاسب. تتحاسبوا؟ طب وانا منعكم بحاجه؟ ما تنزلوا التربه ينزلوا تتحاسبوا. جاي ايه يا لمبي؟ ما تديهم اجره دفن ابوك. طب يا جماعه انت بتتجنن كده ليه؟ عشان تبع ابوك ولا ايه؟ ما تديهم فلوسهم. هديهم نيله فلوسهم خلاص. الله حاضر. معاك فكت؟ معاك 10 ولا 5 ولا اي حاجه؟ اه انا معايا فكت 10 جنيه 10 جنيه على بعضتها. وريني كده هات ال 10 جنيه. وانت معاك كمان فلوس؟ انا معايا 5. 5 جنيه انت دافع 10 وهو 10 ماشي؟ استنى نحط ايدينا. ده احنا لين بياكل حق حد. ده هي خلاص يعني؟ عبيط انا؟ اتفضل يا عم 10 جنيه حلوه وانت 5 جنيه. ايه ده ايه ده؟ اشمعنى هو 10 وانا 5 يا لمبي؟ اصل ماشي يا عم انا خد يا عم ده 5 كمان اهو كده. مرضيين وصباح الفل ولا ايه؟ مرضيين وتمام وزي الفل. لا الفل ما كنتش حق حد. يلا بالسلامه كملوا بقيه حساب انت. يلا الف سلامه. ميتين من الاخر جايين هيضحكوا على لمبي وانا عبيط ولا ايه؟ بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ ما تيجي تسيبك من حكايه الكنز ونعيش زي ما خليق ربنا. يا بنت ما احنا رايحين نعيش اهو. لو قعدنا هنا اللي هنموت. وبعدين ابويا هريسه اللي هو حماكي ساب لي الكنز ده عشان خاطر ما بقاش خدام زيه زي بقيت جدود جدود جدوده. اما كلهم كانوا بقوا خدامين. ايه الكلام ده يا لمبي؟ مش متعوده عليك تقول كلام يائس وجواه غامق. لا لا بسبوسه
مش كلام، انا اللي يائس وغامق من جوه. الويقع هو اللي غامق ويائس من جوه. الحياه في الابسوليوت اللي كلها زي الموت بالظبط. الموت هو الحقيقه والويقع الابسوليوت للبني ادم في وسط الدنيا الزهوبه. جاي يا لمبي انت سايبني وبتكلم نفسك؟ يا بنت بكلم نفسي بقى، انا عايش وعامل فيها عبد الحليم حافظ وانت زلطه قاعده جنبي؟ يا بنت الخيال ده عيشيه معايا بدل ما انت واقفه في الضلمه كده. بلا خيال بلا بتاع. هنعمل ايه في القدس؟ هنعمل ايه في ايه؟ في القدس. في القدس؟ اه. هنعمل ايه في القدس؟ بالذمه يعني دي خلقه يعني ولا بق يتقال الكلمه دي كده؟ ماله بقي؟ ماله بقي؟ انت بتتجنن فيا يا بنت ولا ايه؟ ايه يا لمبي انت هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ يا بنت اوديك بالدماغ كمان يا بنت، بين نفسك واحسن بدار ايدك اتصل لك في سنانك. راشي سخن ودمه فايش. لما الفاضي ده. طب هنعمل ايه يا سيدي رجاله؟ ما تجيبي بوسه بقى. بس يا لمبي في ميتين. يا بنت جيبي بوسه في القبور دي كده. يا لمبي. تفك الصدور. تعالى عايز. هنروح فين؟ المفروض ننزل تحت نعرف بقيه السر من عم كريسه. اه لو كده بقى سيبها لي، تعالى ورايا. طبعا ما انت ابوك شيخ الميتين. عارف. بس خلي بالك وانت نازله. تعالى بس انت اللي خلي بالك. انت ايه يا لمبي بالراحه؟ ما تخبي ما تنزل بقى هنزل. هتنزل؟ ايوه يا بنت نازله. طبعا انت واخده على الحكايه دي، ابوك سفير الاموات. يا بنت بالراحه، انت محسنين داخله بيتكم. بسرعه شويه يا لب. الله. تصدق يا لمبي تربه ابوك شرحه. شرحه؟ اه تصدق فعلا شرحه؟ اخدها لك سكن جديد؟ يا بنت ده مدفن. مدعي من نواته. ايه انت جاي تتفني ولا ايه؟ جاي يا لمبي، انت خايف ولا ايه؟ لا لو خايف تقولي من دلوقتي هنا. انا لو خايف تقولي من دلوقتي مش اللمبي يا بنت اللي اتهدت ولا اي حاجه، ده انا اتبحك انا واتفنك في قلب المدفن. عارف ايه اللي حببني فيك بردك يا عسله؟ ايه؟ انك واد حمله. امال ايه؟ امال ايه الحمله؟ ده انا طول عمري مصمم ان انا ابقى حمله. الله. الله في حاجه، احنا بنجري من ايه؟ يه. ابوك يا لمبي. اه ابويا. إيه؟ يلا خش. اه ايه؟ طب بص عشان خاطر لنا يعني احنا ما ينفعش ان احنا نخبي حاجه على بعضنا، صح؟ خير يا حبيبي قول. يعني احنا هنبقى في جواز بيننا وبين بعض كده وفي عيادة وفي خلفة، فلازم ابقى صادق معاكي. قول يا راجلي. نخاف قوي. ياه يلا خش يا لمبي، اللي خايف ومش خايف؟ نصيبة دي، يلا تعالى. دي ايه اللي انت دي؟ الله. شفت عامل ايه؟ اه ابويا رافع رجلينا ناحية الكنز. كنز؟ هنا بالحتة دي. بس احنا هن هكذا يا قصر بالذات. جرب زق كده. ايه؟ مش عارف. اخش في امال وبدماغي بقى. شديد. ايه رايك بقى؟ شديد. حلو دي؟ تعال يلا تعال عشان نشوف الكنز. يلا. يلا. خش فين؟ اه هو ضلمه ولا ايه؟ انت لسه خايف ولا ايه يا لمبي؟ انت خايف ايه؟ انا مش شايف بس. طب يلا خش. خش هنا. خش اعمل ايه؟ ايه؟ خش اعمل ايه؟ الباب. الباب ايه؟ ما هو مقفول اهو، واضح ان احنا حظنا تعيس. يلا بينا نطلع نسلم نفسنا. بس بص نسلم نفسنا. انت مش معاك المفتاح؟ مفتاح الكنز. يلا بسرعه جايين. اه مفتاح الكنز. ما هو بسم الله ايه ده؟ بص ده انا عم اغنيك المصحف، ده انا مش هستغنى عنك فطول حياتك. دخل في القار بتاعك. قشطه. دخل يا بنت في القار بتاعك. يا حبيبتي مظبوطة. الحقني على أمي. هذا إيه ده؟ هو أنا عارف أدور في أوضة لما هدور في الصحراء؟ يلا بس أنا متفائل. أيوه أكيد هيبقى جد هريسة دوت صاحب محاجر هنا
والورث هيبقى عربيات روري بقى وبندوزر، ويبقى هو ده الكنز. ايوه افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، سمسم ابويا. اسرع ايها العبد الكسول ولا تتلكا، والا قتلتك. ده بنسله فن هنا اكيد. فجر الاسلام، فجر الاسلام بتصادف فجر الاسلام ونبي عن النجم. عايز اسالك سؤال كده، وانا اروح منين هنا؟ ايه يا عم، انا بقولك انا عايز اتصور معاك، بقولك انا اروح منين ازاي عند الناس يعني؟ لن يتحدث معك عبدي الا باذني انا الملك. الملك؟ ملك ايه يا عم؟ انت واخده مفروش. كيف تجرؤ، كيف تجرؤ ان تتحدث مع عبدي دون اذني؟ وما زي النساء هذا؟ أمخنث أنت؟ من أي قبيلة أنت؟ اللي من أي قبيلة؟ من عند قبيلة عبيد. مالك يا عم الحاج، أنت اندمجت في الدرعة وكده ليه؟ وبعدين فين الكاميرات اللي أنتوا بتصوروا بيها هنا؟ فين مندمج قوي ومحروق؟ أنا بسأله كلمتين. أنا بقول إذا كان ينفع هو ورد عليا، ينفع مش هينفع، خلاص يا عم الحاج هو حر. حر؟ أتقول على عبدي أنه حر؟ خسرت. ايه ده؟ انت قتلته بجد ولا ايه؟ يا نهار اسود، ده المعاون هيطرقع لك على قفاك. يا للخساره، كان عبدا رائعا، الان سوف اذهب الى السوق كي اشتري عبدا جديدا. هي فين الـ فين الـ فين الكاميرات اللي هنا؟ فين هي؟ فين؟ فين الكاميرا؟ الكاميرات فين؟ خسرت يا مخنث! ده بقولك ايه؟ اصحى بقى يا عم الحاج، وهيحصل معاك الصحيه كده يا عم الحاج. خلي بالك اللي حصل ده. انا بص، اوعى 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 في الارض يا اوعى. ارجع يا ابني، وانت على جبالك كده وروح مزوعك وروح مع قطعك كده. ما هذا السراح السحري الذي ينفتح فينبثق فيتلولخ؟ أرجوك أرجوك لا تقتلني أيها السيد، أرجوك. كاميرات فين؟ خلاص انهض انهض يا ابن المفضوحة. أنا يا ابني خلاص، لقد عفيت عينك. عفوت عني؟ لقد عفنت عينك. عينك أشكرك. فين بقى الكاميرات بقى؟ فين؟ قول يا الله يخرب بيتك، الموضوع ده بجد ولا إيه؟ وبعدين اللبس ده بأنه هيعمل لي مشكلة بروبلم. ولا بدا انت هذا بدا يا قوم يا قوم، هذه اخر قافله ستذهب الى مصر هذا الصيف. هل يريد احد ان يذهب الى مصر؟ هناك مكان لشخص واحد. مع السلامه عليكم. والنبي انا يعني عايز اسال، هي العشوائيات دي متجهه لفين؟ العشوائيات دي متجهه لفين؟ انا عايز اروح مصر. أنا لا أفهم شيئاً مما تقول. أنت أعجمي؟ تحدث العربية. ما عنديش عربية أنا. أنا بقولك عايز 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 أروح، عايز أتكلم بالعربي يعني. عم؟ لقد سمعتك تهلفت بالكلام أن هذه القافلة دي ذهب إلى مصر. هل هذا كلام حسن ولا نجيب أم حسن؟ ولا أنا لا أفهم شيئاً، سواء تحدثت بالعربية أو بالأعجمية. وعلى كل حال هذه هي قافلتي، سوف تتجه إلى مصر، وهي آخر قافلة هذا الصيف، وسوف تصل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. يا ويحي يا ويحي، ثلاثة أشهر؟ ليه؟ والجمل ده كان سيسي سيسي؟ لا أفهم شيئاً. وعلى كل حال سوف نشد الرحال على تلك الجمال. ما أجمل الجمال، يقولون أن الجمل سفينة الصحراء، هل دي حقيقة أم فتنة؟ يا رجل أنت تثرثر كثيرا. يا عم أنا اللي مصرصر، ده أنت اللي ضارب الشريط كله. أنا أريد أن أذهب النهاردة اليوم إلى جدي هريسة قبل ما يتهرس ويموت. عايز أعرف مكان ال ولا بلاش؟ أضحك ثاني يا رجل. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن تصل إلى مصر قبل شهرين، هذا على أقل تقدير.
وهذه هي قافلتي، وسوف تتحرك إلى مصر من الحجاز. الحجاز؟ طب احنا هنا جدنا مصر الجديدة. نعم نعم. ايه ده نعم دي بتاعت انا. مع السلامة عليكم. انتظر يا رجل، انتظر أرجوك. ايه ينقصني فرد واحد لكي أتحرك بهذه القافلة. يا عم بسيطة، يا عم واحد مصر، لا لا عم الحاج معانا واحد مصر الجمل فاضي جوه. لا لا خش خش يا عم شيبوب، الجمل فاضي جوه، خش اركب اهو. خلاص يا عم اي حاجة. ابو غلاس انت امي. إن حالنا يزداد سوءاً يوماً تلو الآخر. أعلم يا عمي هريسة أنني أصبحت عبئاً عليك، فأنت مسؤول عن طعامي وشرابي وكسائي. لا تقولي ذلك يا هندو، فلقد تركك أبوك لي أمانة، ويجب علي أن أرعاك. حفظتك الآلهة يا عمي، ولكن كيف سنتصرف لتسدد ديونك التي أصبحت مثل جبل أحد بل تزيد؟ إيه، سأبيعك في سوق الرقيق. ماذا؟ رقيق؟ ألم تقل لي إن أبي تركني أمانة في عنقك؟ يا هندو، يا هندو، أنا لن أعيش لك طويلاً، فلربما اشتراك أحد السادة فيضمن لك غذاءك وطعامك وكساءك، وإنه من المحتمل جدا، ولو أنه احتمال ضعيف بل احتمال منعدم، أن يتزوجك أحد السادة فتصبحين من سادة قريش. لا يا عمي، لن أرضى أن أصبح أمة. يا هندو، لقد مضى وقت الكلام، فقد حجزت لك في المزاد اليوم، ولقد أخبرني أحد المنجمين أن بيعك سوف يبعد عني وعنك سوء الطالع. هيا بنا يا هند، لا وقت للكلام. أترضى بذلك يا عمه؟ هيا هيا يا هند. امتى صباحا يا هذا؟ يا عم عمت ولا ما عمتش، انا نفسي الاقي نقطه ميه، انا حنكي بقى حطب. يبدو عليك التعب، من اين اتيت؟ لقد اتيت مشي من الحجاز. اتيت مشي من الحجاز. يجب ان تاكل يا هذا. يا عم انك تهذي. يا سيدي انا لا افهم كلام امك، انا اريد ان ماذا هذه اللمه؟ ملمومين على ايش؟ انها مسابقة في الشعر. مسابقة في الشعر؟ شعر ايه يعني، بواريك وقصص وكده ولا ايه؟ يا عم انت ما بتردش عليا ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحطلي، وقعقع في البيداء غير مزركلي، وصار بكل أركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشنكل. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت، ولا يا عم انت بتعرفوا على ايه؟ عمالي هفلط باي كده. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟
أشعر لنا. أشعر ده نشعر وبدل أفضل أشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم، بعد أن سمعتموني أيها السادة، الآن ستسمعون لهذا الرجل. أنت بتسخر كده يعني؟ مش تستهزئ بيا؟ ما اسم السيد؟ اللمبي. مرة أخرى؟ اللمبي اللمبي. والآن سوف تستمعون لللمبي. اصعد يا لمبي. أيوة أنا أشعر يا لمبي. يا عم بقى خنقتنا. سمعونا سقف للحبيب النبي بقى. أسامحك لا، أغفر لك لا، أنا مش نبي ولا إله، كتير حذرتك كتير انذرتك من حسن حزنك، شفتك معاه بلاش الحاح ضمير ارتاح، دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص أمال إيه؟ شفت بقى؟ سيدي الشاعر العظيم تعيان ولا إيه؟ من أين أتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليها الوهم، فبروح كاتب المشعرة. الوهم مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ أكيد طبعاً. هل رونيك شعر المسلزيك؟ عذراً. اوعى تقول لي نسيت اسمي، هبص على فرتكتك وشك. لقد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس؟ إنه ملبس حر أكتبه ألبسه عندما أكتب الشعر. ولا إيه؟ إذن يا قوم يا قوم، إنني أعلن لكم أن الفائز بجائزة الشعر، معذرة الاسم مرة أخرى، فإن اللمبي. ولو نسيت أنا هعلم عليك. هو اللمبي اللمبي، وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 بخن. هذا 1000 دينار؟ ده انا ده دينار من الكويت ب 24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن. لا بخن بخن فعلا. بقول لك ايه، يوجد هنا مصرف صرافه. وما هي الصرافه؟ هو الشنش الشنش شنش العملات، مكتب صرافه زي اللي في ميدان لبنان، عارفه؟ نعم، إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ أنتوا اللي مؤسسين البنوك أنتوا يا كفرة. بخن 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 بخن. مرحبا. ما هذا الشعر الجديد؟ إنه لتطور للقصيدة. بالفعل، أرأيت السجع؟ نعم. ما هذا الملل؟ أكاد أفقد متعة القتال. ألا يوجد في هذه البلدة من يستطيع أن يصمد معي؟ ها؟ أريد أن أستمتع بلذة القتال. أين الرجال؟ أكلكم نساء؟ جائزة العلاني ده ولا إيه؟ إيه يا عم استوب موشن شوية. لماذا أنت عامل نفسك فتوات على شوية عيال؟ ولكنك إذا لعبتني ها؟ أنا حمرمن بك الأرض دلوقتي. وطب جيم يا عم الحاج. المخرج فين بقى؟ وشايفني المخرج؟ واخد المخرج؟ ايه ده احمد مرعي ده؟ ولا احمد مرعي؟ لا اظنك تستطيع ان تبارزه. يا عم بارزك حتى كمان بالسلحنيك الصغنطط ده. الكاميرات فين يا ده؟ هتشوفني دلوقتي المخرج؟ هتشوفني؟
خذ هذا. هذا ماشي. قضيت على نفسك ايها المسكين. ابو قولوا لي الخيمه بتاعت المخرج فين؟ يلا اهو يلا. لهجتك غريبه ولكني صعقت لك. ليه ليه ليه؟ وعامل خدعه؟ شوف بص بقى، شفت بس العقد الميزه بيبقى انتاج مكلف، شركه فرنسويه هي اللي بتنتج الفيلم. هي فين الكاميرا؟ بس برافو قوي، برافو قوي والله يا كابتن. يلا بقى عشان المخرج. يلا انا انت موت موت بقى عشان موت. نعم نعم ساموت. احسنت يا رجل، مع السلامه. فين الخيمة؟ أيوة الخيمة، الخيمة بتاعت ال مرحة مرحة. بقول لك إيه، فين بقى الخيمة بتاعت المخرج الأستاذ عباس اللي قاعد فين؟ اللي هي الخيمة اللي بيقعد فيها كده وفرج على التلفزيون وهو زي ما كان شايفنا. إيه؟ فين؟ أنتوا ميتين ولا إيه؟ تقدمي يا فتاة، جارية من بلاد الشام، تجيد الكلام وعزف الأنغام وتفسير الأحلام، وتذهب الطعام وتسهر الليل لا تنام. من سيشتري؟ 100 دينار. 100 دينار. 150 دينار. 150 دينار. 160 دينار. 160 دينار. 200 دينار. 200 دينار. إنني خائفة يا عماه. لا تخاف يا هند، لقد بعت تلك الجارية القبيحة 200 دينار، وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا اللهو الفارغ، لقد حان دورك، عود إلى مكانك. هيا هيا. ابنة أخي أيها النخاس، جميلة فارعة بيضاء هيفاء جعداء رغداء. وده سوق الجمعة؟ دخلته بضاعة إسلامي ولا إيه؟ وده الفيلم، أصل أنا حضرت تصوير الفيلم في الـ في الـ في, الـ في الجبل مع ال. اقترب اقترب صناعة الشام، اقترب صناعة الشام. مع السلامة عليكم. إمتى صباحا يا هادي؟ مع السلامة. الله يعليك، نهارك أبيض إن شاء الله. ها ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ها؟ جلبابا تريد أم سروالا أم ماذا؟ لا انا عايز يعني حته جلابيه كده، جلابيه كده اداري بيها عوراتي يعني. عندي لك ما تطلب. أيوة. ما رايك في هذا؟ ها ما رايك في هذا؟ هذا ها؟ انت ايه بتبيعه بالجلابيه اللي لابسها؟ يعني انا هاخد الراجل بالجلابيه؟ كلا كلا، ابيع هذا الجلباب فقط، اما هذا فملكي، اعرض عليه بضاعتي. ايوه من كان مانيكان. ده اسمه مانيكان، عن ده اسمه مانيكان. ده انت مختمص الشخصيه، يخرب بيتك. بس هكمل معاك، ده مانيكان ده واضح انه لا يعجبك. ما رايك في هذا؟ هذا جميل، هذا جميل، وهو ايضا صناعه الشام. صناعه فاخره. اين انت؟ صناعه فاخره. بدور على الكاميرا. بس انت حافظ حلو قوي. صناعه فاخره تليق بفتى يافع مثلك. بكم هذه الستارة؟ سأبيعك إياها 10 دنانير فقط. يا عم 10 درنين ليه؟ ده موجود في أي حتة ب2.5. انزل على سوق الموسكي أو شارع الشوارب هتلاقيه مرن على العربيات هناك. وغير كده بقى اسقط على مول طلعت حرب.
هتلاقي الدنيا هناك دولك بنكسر الاسعار تكسيرها. ريحك من هذا طلعت حرب؟ يا دي خرب بيتك، ده انت بتمثل جامد قوي، بس انا هشتغل معاك برضو. هي فين الكاميرات؟ من؟ مصعب انت، برافو عليك والله، برافو عليك قوي. واضح انها فعلها ابا الحكم مره اخرى، وافتتح متجرا ليبيع فيه بسعر منافس، ولكن هيهات هيهات. اسمع يا هذا، أيوه. سوف ابيعك اياها بخمسه دنانير فقط. حلو قوي، حلو قوي، ماشي، انني اوافق. ليس هذا فقط، بل عليه عمامه ايضا هديه مني له. حفظتك الآلهة. حفظتك محافظة الهدية، ده انت كده بتشتري زبونا. قل بالله علي، أيوة. من أين تلك الملابس؟ ها ما دي الشنسات اللي أنا بقولك عليها، ده من عند مول تلعب حرب. إنه جيد جدا. هبدوه لك. وتلك القلادة من تلعب حرب أيضا. دي بقى من واد اسمه سعيد قطعوضه، سعيد قطعوضه ده بقى خد من عنده بقى إيه؟ أحلى سلاسل وأحلى هدايا. سعيد قطعه له؟ من قطع له؟ أريد أن ألبس. انتظر. أنت يا عم بالراحة يا عم علي. ما هو عبدي، عبدي ما تندمكش أبو كده، ما ممكن ربنا يكرمه وياخد دور كبير وأنت تبقى كومبيرس ووقف نفس الوقفة دي. النجوم بتتغير، خلي بالك. إنه أسود وأنا أبيض. يا عم مش بالسواد ولا بالبتاع ولا، ما ممكن يجي واحد فوشيا يجي يروح مطيرك ويركب مكانك وخلاص وركب النجومية. خليكم متواضعين مع الناس ومع الكمبيرس بالذات، هتظبطني الدي ولا امشي بقى بوشك ده؟ بكل تاكيد، بكل تاكيد، تفضل تفضل. واد يا عم الدرانيده ايه معايا بس اقيس الاول، مش يمكن تطلع ميكس مارش ولا حاجه ولا اميديان؟ في الخلف، ما اقترب يا سيد، اقترب، صناعه الشام. ايوه هنعمل بقى دي كده، ايوه انزل، ايوه اطلع تاني. بس وشك حلو قوي يا واد، والمصحف انت داير والله ربنا هيكرمك، والكلب ده هيبقى عندك بعد كده، ده هيبقى البيس بتاعك او المصحف. خلي بالك انت بس اهتم بوشك، وشك هو نعم تحس انه جاي من بعيد بس حلو، او المصحف ده ما تخافش كروز،